أهلا، حياكم الله وتحية لكم مرة أخرى. حقيقة أولا كانت مفاجأة أن يحصل سنان أوغان على هذا العدد من الأصوات بالنسبة لكثير من المتابعين، لكن ربما انسحاب محرم إنجا ساهم في ذلك، وأيضا نفوذه في مناطق الشرق تركيا. هل يستطيع سنان أوغان في الحقيقة أن يحسم، أن يرجح الكفة لصالح طرف على حساب طرف آخر؟ أنا برأيي ربما هذا ليس قراره هو، هذا قرار المنتخبين والمصوتين، خصوصا وأن هناك تيار قومي في متطرف ضمن الذين أيدوا سنان أوغان، لكن هذا لا يمنع أن يكون سنان الأقرب إلى دعم المعارضة، خصوصا وأنه صرح بذلك أنه لا يمانع في حال أن فكت المعارضة صلتها بالحزب الكردي. ولكن حتى وإن بقي ولكن هل يمكن أن يستغني كمال كليجدار أغلى عن 10% من الأصوات التي حصل عليها من الحزب الأخضر اليساري؟ ليس بالضرورة أنه يستغني، أنا أقصد أنه ربما يستطيع الوصول إلى تفاهم، خصوصا وأن في تحالفه هناك حزب قومي، حزب حزب الجيد هو حزب قومي أيضا، فحينما لم يمانع حزب الجيد من وجود هذا الحزب الكردي معهم، حزب اليسار الذي يدعمهم حزب الخضر، فإنه لا يمنع أيضا أن يصل هناك أن يكون هناك نوع من التفاهم. ربما هذه مسألة. المسألة الأخرى، قد يمكن أنه إذا تخلى عن هؤلاء حلفه مع الأكراد، تخلى عن 10%، أن يجد مؤيدين آخرين أيضا من مجموعة الذين أيدوا أردوغان إذا ما فك حلفه مع الأكراد، فربما يعوض هؤلاء 10 بآخرين ممن ربما يؤيدون هذا التحالف، يؤيدون كليشدار أغلو بدلا من تأييدهم لأردوغان، وربما ما دفعهم للتوجه نحو أردوغان هو هذا الحلف مع الأكراد. ولكن من المهم جدا ملاحظة أن الأكراد هم ربما كانوا الأكثر كسبا في هذه الانتخابات، سواء أولئك الذين انضموا إلى حلف أردوغان حزب الهدى، أو الأكراد الذين رشحوا أحزابهم المستقلين ضمن تحالف حزب اليسار حزب الخضر. فهؤلاء حققوا أصوات في الحقيقة لم تكن متوقعة أن الأكراد يحققون هذا العدد من الأصوات. هذا مؤشر يحتاج إلى الوقوف، أن هذه الانتخابات ربما تشغلنا الصراعات حزب العدالة وحزب الشعب عن ما يحققه الأكراد أيضا من نجاح برأيي في هذه الانتخابات. أستاذ محمد، اللافت في هذه الانتخابات المدن الكبيرة التي كان يعول عليها أردوغان، لأنه لم يستطع التقدم فيها، كأنقرة طبعا بنسب ضئيلة، إسطنبول وأنقرة. ما الذي يعنيه خسارة أردوغان في هذه المدن الكبيرة والتي لها ثقلها السياسي؟ نعم، هذا لافت فعلا، خصوصا وأن حزب العدالة حاول خلال الفترة الماضية الطعن في قدرات وإمكانيات رؤساء بلديات، خصوصا رئيس بلدية إسطنبول، للنيل من قيادات هذا الحزب وقدرات هذا الحزب في تقديم خدمات والإيفاء بالوعود. ولكن برغم كل هذه الجهود لم يستطع حزب العدالة تحقيق الفوز في المدن الكبيرة كإسطنبول وإنقرة، وهذا يؤشر إلى حالة ربما عدم الرضا من الجمهور والشعب بشكل عام من أردوغان شخصيا، لأن هناك في الحقيقة كثيرين من مصوتو لحزب العدالة أيضا. ولكن ربما هذه المجموعات المدنية المتحضرة، خصوصا أن هذه المدن الرئيسية الثلاثة في حقيقة الفوز فيها لحزب الشعب، إسطنبول وأنقرة وإزمير، صحيح إزمير ربما يعتبر قلعة من قلاع هذا الحزب، ولكن المتميز هو الآن في هذه الدورة قدرتهم على السيطرة والمحافظة على إسطنبول وأنقرة، وهذه المدن ثلاثة مؤثرة جدا في الحقيقة حتى في الجولة الثانية بحكم الكثافة والعدد السكاني الكبير لهذه المدن الثلاثة. بالنسبة للانتخابات البرلمانية، هناك تحقيق مكاسب كبيرة لحزب الخضر اليساري، وحضرتك ذكرت حصول الأكراد على أصوات لافتة هذه المرة، حصولهم على 66 مقعد وبتحالفه مع حزب العمل، تأثير هذه النتائج أو النتائج البرلمانية على الرئاسية، وهل يمكن أن نشهد نوع من أو تغيرا في التحالفات ربما خلال هذين الأسبوعين؟ تغيير التحالفات أمر وارد في الحقيقة، يعني سنشهد ربما
جولات مكوكية جدا بين هذه الأحزاب من أجل تشكيل تحالف جديد ربما يكون لصالح حزب العدالة والتنمية أو ربما يكون خصما على حزب العدالة والتنمية، وهذا يعتمد على قدرة الأطراف في الحقيقة على تقديم التنازلات وإرضاء هذه المجموعات التي يمكن أن تكون مؤثرة حتى وإن كانت صغيرة، لأننا نتحدث عن فارق بسيط ربما إذا ما يعني رجح أحد الأطراف فإنه ربما يكون الفوز لصالح هذا المرشح. لكن ما تحقق من مكاسب لحزب الخضر في عدد المقاعد البرلمانية ليست مقصورة على هذا الحزب، بل حتى حزب الشعب الجمهوري زاد من عدد مقاعده، وهذا على عكس ما يشاع في الإعلام. نعم لا زالت الأغلبية لصالح تحالف الحزب الحاكم أو حزب العدالة والتنمية، لكن حتى حزب الشعب الجمهوري زاد من عدد مقاعده، بل وحتى حزب الجيد زاد من عدد مقاعده، وخسر حزب العدالة والتنمية عددا مقدرا من مقاعده في البرلمان، وأيضا حزب القومي. لكن لا زالت الأغلبية لصالح التحالف الحاكم، خصوصا وأن التحالف استطاع أن يستقطب مؤخرا حزب الرفاه الجديد، فهذا الحزب زاد من عدد مقاعد التحالف في البرلمان. جزيل الشكر من أطلنطا محمد صفر مدير مركز دراسات السلام واللاعنف بأطلنطا، شكرا جزيلا.